السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يا رب يحفظك ويبارك في حضرتك ويطيب عمرك ويسهل عليك ان شاء الله. وإياكم. عايز حضرتك شيخنا، يعني احنا عندنا في المسجد القبلة داخل المسجد منضبطة، ثم خارج المسجد يعني يصح في المصلين أثناء صلاة الجمعة، فيمكن يعني أحيانا يعني يسبق بعض المصلين الإمام، وطبعا ده لعدم الاستطاعة إن هم يعني يقفوا في المكان السليم في القبلة، يضيق المكان، يعني هو الشارع يعني القبلة بتاعته في اتجاه معين، وما بيتمكنوش من إن هم يبقوا خلف الإمام بنسبة 100%. لما بيتملي المكان اللي ورا اللي هو الفاضي المسموح به ان يقف المصلين فيه، بيضطر بعض المصلين الذين ياتون متاخرين، يعني يعني أنا مش فاهم كلامك والله، ما مش فاهم كلامك. إيه كلامك؟ عاد لي كلامك، عاد لي كلامك باختصار، لأن الكلام ينسي بعضه بعضا. حاضر. باختصار احنا عندنا مشكلة ان بعض المصلين أيوه يكون الامام في صلاة الجمعة يضيق المكان. أيوه وبعدين يتقدمونه، يعني هو بس يتقدمون حكم، هم قلة يعني، هم ما بيبقوش الغالبية العظمى بتصلي خلف الإمام، ولكن مع تأخر الوقت والناس يأتون متأخرين يسبقون الإمام في الصف. عفوا، يعني أمام الإمام ولا عن اليمين وعن اليسار متقدمين؟ أمام الإمام، لأن الإمام داخل المسجد والمصلين الذين يسبقونه خارج المسجد ولا يرون الإمام، يعني هم مش شايفين الإمام، فبييجوا يقفوا ويعملوا صفوف صفوف. فلو حضرتك هندسيا جيت بصيت عليها هتلاقي إن في صفين ثلاثة سابقين الإمام. لا يجوز طبعا ان يصلوا سابقين للامام، وهذه اظنها ليست هناك ضروره داعيه لذلك، لان المسجد سيكون فيه صفوف في الخلف. الصفوف اللي في الخلف يا شيخنا امتلأ المسجد عن آخره وامتلأ الشارع عن آخره. اذا اضطررتم لا تقفوا امام الامام مباشره، يعني لا تسدوا امام الامام لكن عن يمينه وعن شماله كالحرم على سبيل المثال. ايوه، هو الوضع صعب شويه يعني. انا الاضطرار له حكمه الخاص، الاضطرار له حكمه الخاص، الاضطرار له حكمه الخاص. شكرا.